ثورة يناير، واللي رموز الثورة ما زالوا قدوة للشباب، وما زالوا هم الحاجة اللي بتنور في العتمة اللي احنا عايشين فيها. وائل غنيم واحد من أهم وأشهر رموز ثورة يناير. وائل غنيم، واللي اشتهر وقتها بسبب اتصاله المباشر بصفحة كلنا خالد سعيد، واللي كان أحد مؤسسيها والمديرين لهذه الصفحة، الصفحة اللي بتعتبر الشرارة الأولى لثورة يناير، واللي دعت وحشدت ووثقت وصورت ونقلت للشعب المصري ماذا يحدث في يناير، واللي تم تدشينها بعد وفاة الشاب السكندري خالد سعيد بالتعذيب على إيد الشرطة المصرية في مدينة الإسكندرية. وائل غنيم، واللي تم اختياره كأحد أفضل 100 شخصية عربية في الوقت ده، طبعا والاختيار كان من جريدة أو من مجلة طيب. وائل غنيم اختفى فترة كبيرة خلال السنوات اللي فاتت تقريبا من بعد الانقلاب العسكري، بطل يغرد، بطل يتكلم، حصل انقلاب وحصل فض ومذابح ومجازر وانتخابات وتزوير دستور وقتل في السجون وبيع تيران وصنافير، ما شفناش وائل. وائل واللي تقريبا عدد متابعينه بيزيد عن 2,800,000 ظهر أخيرا من يومين، لكن ظهوره كان بالتزامن مع تدوينة كتبها علاء مبارك ابن الرئيس المخلوع حسني مبارك، قال فيها: نتفق أو تتفق أو تختلف، لكن الحقيقة الواضحة والموجعة للبعض هي كم الحب والاحترام للرئيس مبارك، والحمد لله والشكر لله، وهذه حقيقة أو الحقيقة المحسومة قد يتناساها البعض ويسخر منها الجهل ويحرفها ويسخر منها الجهل ويحرفها الحقد، لكنها تبقى حقيقة موجودة. شكرا لكل من اهتم بالسؤال والاطمئنان على صحة والدي. والتدوينة دي كانت بعد الخبر اللي تم إشاعته بوفاة المخلوع حسني مبارك، لكن بالبحث في الموضوع بعد ما التدوينة دي أعجب بيها الآلاف، اكتشفنا إن أحد الآلاف هو وائل غنيم الناشط وأحد رموز ثورة يناير. والفيديو اللي قدام حضراتكم ده بيشرح لكم، خصوصا بعد ما وائل حذف هذه التغريدة أو حذف هذا الإعجاب، شغلوا كده الفيديو يا شباب. وائل بعد ما قامت الدنيا عليه حذف هذا الإعجاب، ولكن استطعنا أن احنا نجيب لحضراتكم فيديو بيوثق هذه الحالة. هاشتاج وائل غنيم تصدر الترند في مصر خلال الساعات اللي فاتت، غضب من الشباب في مصر بسبب هذه الفعلة. وائل غنيم اللي بيتعاطف دلوقتي مع مبارك ما تعاطفش مع آلاف القتلى في سيناء وفي شوارع مصر. محمد بيقول: مفجر ثورة يناير العظيمة الأستاذ وائل غنيم، واللي قامت ضد حكم مبارك عامل لايك لتويتة الأستاذ علاء مبارك اللي بيمدح فيها والده الرئيس مبارك، وحاسس إن دماغي لفت. دينا كمان من باسم طه بيقول: وائل غنيم عامل لايك لتويتة علاء مبارك، وكريم حسين أدمن صفحة أنا آسف يا مخلوع بيتقبض عليه وهو بيقول أروح أشد بودرة بقى ولا أعمل إيه. تدوينة كمان من ساق البامبو بيقول: وائل غنيم أيقونة الثورة ضد مبارك عامل لايك لعلاء مبارك وهو بيمدح أبوه مبارك والدنيا زي المرجيح. آخر تدوينة في الموضوع باخدها من محمد موسى بيقول: ظهور وائل غنيم وإعجابه بكلام علاء مبارك أمر مريب، إنها شبه رسالة إلى شيء ما بيهمنا، ماذا يدور في الخفاء، إن غدا لناظره قريب. هكذا علق المصريين والشباب المصري على إعجاب وائل غنيم بتدوينة علاء مبارك واللي بيمدح فيها والده وبيترحم على أيام حسني مبارك.